ترتيب مجموعة مصر بعد نهاية الجولة الثانية في أولمبياد طوكيو وفرص منتخب مصر للصعود. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم من جديد وفيديو جديد. تلقى المنتخب الأولمبي المصري الخسارة أمام نظيره الأرجنتيني بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت اليوم لحساب الجولة الثانية لمنافسات أولمبياد طوكيو 2020. كما فاز المنتخب الإسباني الأولمبي على نظيره الأسترالي بنتيجة 1-0 خلال المباراة التي جمعت الفريقين اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة بمنافسات كرة القدم للرجال بأولمبياد طوكيو 2020. وبذلك رفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 4 نقاط ليرتقي إلى صدارة ترتيب المجموعة الثالثة، بينما توقف رصيد المنتخب الأسترالي عند 3 نقاط ليحتل المركز الثاني. وكان المنتخب الأسترالي قد فاز على نظيره الأرجنتيني في الجولة الأولى، بينما تعادل منتخب إسبانيا مع مصر التي خسرت أمام الأرجنتين في ثاني مبارياتها بأولمبياد طوكيو. وأصبح ترتيب المجموعة الثالثة في أولمبياد طوكيو على النحو التالي: المركز الأول منتخب إسبانيا برصيد نقاط 4، المركز الثاني منتخب أستراليا برصيد نقاط 3، المركز الثالث منتخب الأرجنتين برصيد نقاط 3، المركز الرابع منتخب مصر برصيد نقاط نقطة واحدة. وأصبح بإمكان منتخب مصر الآن التأهل، ولكن في حالة فوز إسبانيا في مباراتها القادمة على الأرجنتين ليرتفع رصيدها ل7 نقاط، بينما يتوقف رصيد الأرجنتين عند 3 نقاط، وفوز مصر على أستراليا ليرتفع رصيدها إلى 4 نقاط، ويتوقف رصيد أستراليا عند 3 نقاط. في نهاية الفيديو بشكركم مشاهدينا متابعينا، يا ريت تدعمونا بلايك وتشتركوا معنا في القناة مع تفعيل زر الجرس ليصلكم منا كل جديد. شكرا لكم مشاهدينا، دمتم في خير. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.